يعني نستعرض الجدول. الهلال في صدارة الترتيب والهلال بيعرفوا يكسبوا. الماتش اللي فات نيمار مش موجود، فرقة جامدة مركزين. التعاون 22 نقطة، شابوسكا طبعا مدرب كبير، التعاون فرقة كبيرة. النصر 19 نقطة، الماتش اللي فات ضيعوا يعني نقطتين من ايديهم كانوا في المتناول، كانوا كسبانين الماتش مريح. الاتحاد 19 نقطة، الاهلي 19 نقطة، الفتح تحت قيادة بيلتش عاملين موسم هايل، وفرقة كبيرة يعني فرقة منظمة جدا. مراد باتنا عامل مراد باتنا ما تاخدش منتخب، زعلت عليه ان هو ما راحش المنتخب. كبير يا مينو، خلي بالك مش صغير اهو يا عم. يعني انا بصراحه مش معترض، انا بصراحه لا اعترف بموضوع كبير وصغير دي، طالما بتأدي العب. بس ده مش نادي، انت عارف لو نادي انا ما هو بينافس مين؟ هو انا بتعاقد معاه، هو بينافس مين؟ والله العظيم مراد باتنا احسن من زياش والله. لا لا انت بتتفرج على مراد باتنا كويس؟ ايوه طبعا عارف، والله العظيم احسن من زمان ان هو في المغرب ولا بحاجه، والله احسن من حكيم زياش. الاتفاق 17 نقطة تحت قيادة جيرب. الوحدة الماتش اللي فات اتعادل مع الفيحاء 13 نقطة في المركز الثامن تحت قيادة دونس طبعا. الفيحاء 11 نقطة، ضمك في المركز العاشر طارق حامد 10 نقاط، الخليج محمد شريف 9 نقاط. الخليج يعني ملخبطين شوية، الماتش اللي فات كان لازم يكسبه. الشباب 9 نقاط، الرياض 8 نقاط، الاخدود احمد مصطفى على فكره بيلعب في الاخدود، لعيب كويس جدا. احمد مصطفى ده بفتكره لعيب الاسماعيلي السابق، بس انت عارف ده واقف عليهم مش محترف، انت عارف ده مش عليهم محترف عشان مولود في السعوديه. ما انا عارف بس عارف لعيب كويس جدا على فكره. تعرف ان احمد مصطفى ده لعب في جنت؟ عارف ان هو راح جنت. لعيب كويس، لعيب كويس. ابها الطائي الرياض والحزم في المركز الاخير بثلاث نقاط. يعني هشام عايز اخد رايك سريعا في ماتش الاهلي والاتحاد. بص المباراه دي انا كنت شامم ريحه بسبب غرور جمهور الاتحاد قبل المباراه، ونعمل لهم التيفو بتاعهم ويلكم اللي هو عشان كانوا طالعين بالدرجه الثانيه. هم التيفو هنا اتضربوا يعني تمام. راح التانيين بعد المباراه ردوا عليهم قال لهم ايه يعني اهلا وسهلا، فاهم؟ المهم انا كنت شامم ريحه. لا انت لازم تشوف الفيديو يا جماعه، حاولوا تجيبوا لي الفيديو بتاع مشجع بتاع الاهلي قبل الماتش باسبوع وهو بيقول هنكسبهم بالراحه. لازم تجيبوها، جامده جدا. جيبوها لي لو سمحتوا. لا مشجع الاهلي اكتب كده مشجع الاهلي السعودي بالراحه. انا سريعا، انا بالنسبه لي عينك هتقول ان الاتحاد حق لان هو ضيع فرص اكتر، ولولا طبعا مندي كان ممكن نتيجة تختلف. ولكن المختلف في أهلي جدة إن أنا كنت حاسس الروح والإصرار كان أعلى بكتير جدا عند أهلي جدة. إحنا شفنا فيرمينيو بيرجع يدافع، شفنا فيرمينيو عمل ماتش طبعا، بياض محرز عمل إيه، كيسي عمل إيه. لا فكان الروح والشخصية، وأنا أنا كراجل بتفرج على كورة دايما أشوف الكورة التانية ميدو لمين، ممكن مرة ممكن اتنين، لكن كل الكرة التانية كان عند لعيبة أهلي جدة كانوا بيكسبوها. الكرة التانية والالتحامات وكل الكلام ده كله كان ضيع كتير، لكن أهلي جدة أهلي جدة كسب بالروح، عوضوا فروق كتيرة جدا إن الروح هنا كانت أعلى. وأنا من ساعة لما جون بنزيما اتلغى أنا حسيت إن حصل ديبريشن عند اتحاد جدة. كان دقيقة 70 كان أهلي جدة بيضيع ميدو. أنت دلوقتي لو فاضل 10 دقايق أنا ما شفتش لعيب من اتحاد جدة بيقول للحكم وقت، ما شفتش حد مثلا بيجري على الكره يجيبها من ورا الجون. لا كنت حاسس فيه تراخي كبير جدا، وعكس لعيبه النادي الاهلي جده هم كسبوا روح يستحقوا. هو خسر عويس الشوط الاول يا ميدو. انا بقول ان هو خسر الماتش الشوط الاول. لا هو خسر الشيب بتاع الفرقه، هو غير الخطه تاني. لا هو لعب بدا الماتش 4-4-2 بالظبط، وبعد كده راح بعد 10 دقائق راح منزل حمد الله ثالث على الدايره. حمد الله طلع بره الجيم، مش بتاعته طلع بره الجيم. اتنين اجنحه ما بيدافعوش كويس، رومارينيو هو دي نقطه عندهم مشاكل كتير يعني لازم يعكسوها. يعني ما ينفعش حمد الله اللي تحت وبنزيما اللي فوق، هو لازم العكس، بنزيما اللي تحت وحمد الله هو اللي يخش. والله يعني المشكله في سانتو، كان طارق عايز يكمل عليه باين صح؟ لا هو سانتو انا في رايي ان سانتو هو اقل بكتير جدا من اللي هو يدير مجموعه النجوم اللي موجوده. ده كسب الدوري السنه اللي فاتت، عارف لو كسب الدوري السنه اللي فاتت وعارف لو عمل موسم هيل مع وزن معلول بتاعه. لكن لا هو سانتو مدرب يعني لما تبص على فرقه الاتحاد انت مش هتلاقي بصمه تكتيكيه من المدرب، ولا هما بيدافعوا ولا هما بيهاجموا. الفرقه وهي بتدافع سواء بال 4 4 2 او بال 3 5 2 اللي كان بيلعب بيها، فرقه مفككه، سهل انت توصل بين خطوطها، سهل انت توصل لجونها، ما عندهمش اي مشكله الخصوم بتوعهم اللي هما يوصلوا لهم. هما بيهاجموا
هو ساب الموضوع مرمي للعيبه، مرمي للقرارات اللعيبه، اللعيبه مفيش جمل متحفظه، لا لا مفيش يعني اي نظام، مفيش اي سيستم، لعب الكلام، اللعب كله ارتجالي. بنزيما في نص الملعب، لا اللعب كله ارتجالي. بنزيما بيروح، لا لا الكره اللي كانتي رايح بيها الجون دي الكره كان بنزيما في نص الملعب وكانتي رايح بيها. ايوه انا فاهم. لا انت كور كتير ميدو، تلاقي بنزيما نازل لتحت وحمد الله قدامه وكورونادو بيلعب على الدايره وكانتي قدام، هو مفيش كتير يعني، مفيش سيستم. الراجل بين الشوطين غير الباك رايت والباك ليفت يعني، لا يعني انا مثلا ده كويس والباك ليفت اللي نزل كويس ماشي يعني. انا اقول لك حاجه، ميدو نونو سانتو ده اكبر انجاز، اكبر لا معلش اول حاجه بس اخيره، اكبر انجاز عمله في حياته اللي هو خلى خورخي مينديز الايجنت بتاعه، لان لولا خورخي مينديز ما كانش نونو سانتو هيشتغل في الليفل ده صدقني. دي غلطه، دي غلطه. انا رايي ده بجد، انا رايي قبل ما تدي التصريح بعد كده قول بوم وبعدين قول فاهم، فنفهم ان هي لا اصل هو عمل ايه مع توتنهام يعني، هو اشتغل في توتنهام عمل ايه؟ لا كان في ولفرهامبتون كان كويس، لا ولفرهامبتون كان كويس ليه؟ كان كونتي على الاقل كان ليه بصمه يعني، كنت اتفرج على فريق توتنهام مع كونتي كان ليه بصمه، هي فريق كونتي اتفرج على مورينيو معاهم في بصمه. مش عايز حاجه، لا انا عايز اقول المباراه دي حاجه من الحاجات الثانيه. انا شفت حاجات غريبه، ان مثلا عندك رومارينيو وكورنادو سايبهم على الاطراف ومفيش ربط او عمق هجومي كان معمول بشكل كبير. لكن خبر لذيذ يعني ان شاء الله، ان المعلومه ان احمد حجازي بيتم تحضيره، انا سمعت لكاس العالم للانديه. لا هناك ما تسالش، بكره ممكن يعيدوا عصر. انا عرفته يعني، الاخبار اللي عندي ان حجازي هيخش السكواد، بيحضروا ان حجازي لازم يخش. ما انا المعلومه اللي حجازي لعيب كبير، لان حجازي هيساعده ان هو يلعب بثلاثه كويس. انا المعلومه اللي جات لي ان هو، سيبك من الزيادات برضو اللي هتحصل في، لانه انا بقول لك يناير، يناير هتبقى 10 وخد البتاع دي وسجل يا تاريخ. السنه الجايه 14 لعيب في الدوري السعودي ولكن جوه الملعب 8. هيزودوا العدد يعني، هيفتحوها هيفتحوها بس جوه الملعب 8. انا ما اعرفش دي كمنتخب، انا عارف ان انا لما اتمرن مع رونالدو هعلى، بس في نقطه الله اعلم كبقى حته ان انت حساسيه ماتشات دي هتاثر عليها ولا لا لو العدد زاد. صحيح.